افتتح محافظ أسوان أشرف عطية مسجد عمرو بن العاص ومسجد العتيق في قرية الحجز بحري بمدينة إدفو، وذلك بحضور لفيف من مشايخ مديرية الأوقاف والمواطنين. بافتتاح المسجدين يصل مجموع المساجد التي تم افتتاحها في أسوان على مدار شهرين ونصف الشهر إلى 12 مسجداً. احنا عايزين نقول خلال شهرين ونص عملنا اتعمل 12 مسجد على كفاءة عالية جدا زي ما احنا شايفين الوضع ده، وبتكلفين تكلفة متجاوزة 30 مليون جنيه في خلال شهرين ونص. نتخيل ان ما في مسجد ان شاء الله هيحتاج اي اعمال تطوير لما تلاقي دايما الحكومة ممثلة في السيد وزير الاوقاف عينيه على هذا الكلام. ونحن اليوم في مديرية أوقاف أسوان نفتتح مسجدين، أحدهما عمرو بن العاص بالعقيبة والثاني العتيق بالخوي، وهما في إدارة الحجز بمديرية أوقاف أسوان. افتتاح المسجدين يدل دلالة واضحة على أن الدولة المصرية تهتم اهتماما بالغا بالصعيد، يدل دلالة واضحة على أن الدولة المصرية تهتم اهتماما بالغا بالمحافظات الحدودية، بل هو رد عملي على تلك الجماعات المتطرفة التي تتهم الدولة المصرية بأنها تهدم، بل إن الدولة المصرية تبني ولا تهدم، تعمر ولا تخرب.